رست حياته بأعجوبة على بر من كتب له عمر جديد بعد 6 ساعات ونصف من الضياع في عرض البحر. الحمد لله على سلامتك. فبدا الاحتفاء بالسلامة على حجم المخاطرة التي واجهها، ولكن حادثة فقده أعلمتنا أنه خريج من قسم المحاسبة أدرك وعورة طريق نيل الوظيفة فخاض غمار البحر غير آبه بالنتائج. تلك هي مفارقة الحياة بغزة. أنا مصلحتي صيدي خلع عن روحي عن أموري. عنا عسى عفوا 8 وبيجي 8 برا بوكله من المصلحة 16 بيت المركب هذا فاتح. خريج قاعد الحين بشرب شاي الصبح وآخر النهار ماسي في داره وبيت في داره، لا في وظيفة ولا في حاجة ولا في محتاجة، يعني إحنا بقول بحكم العواطلي. وضمن صفحات متكررة من التعطل في كتاب الحياة بغزة باتت متابعة كرة القدم إدماناً لدى دكتور التاريخ الحديث والمعاصر محمد، والذي تزامنت تجربة دراساته العليا مع خضوعه للعلاج، كافح لنيل شهادة الدكتوراه، واليوم هجر متعلقاتها من الكتب بعدما أصيب بعلة لا جدوى. وصل بي الحال اني انا بتابع الشخصيات في الدوري الانجليزي والدوري الاسباني اكثر من الشخصيات التاريخيه، لكن هذا برضه يعني ما قدر ايش على ما لم يقضي على ايش شغفي للدراسه، صرت يعني بقرا في الليل بمسك الكتاب، لكن دافعي طبعا مش زي الاول لانه ما فيش نتيجه هنا. فقد أضخمت تفاصيل الحياة بغزة بأزمات الفقر والبطالة التي لا تتوقف التحذيرات عن تناميها، خاصة بعد اقتراب معدلات البطالة من 50%، غير أن هذه النسبة ترجمت بحكايات مأساوية تلخص ما نجم عنها من تبعات على واقع ومستقبل الشباب في القطاع. بعضا من المآسي عنونها الخريجون في القطاع بسخرية متألمة لتكتظ نواصي الطرق بأكشاك احتجزت داخلها حلم ما بعد التخرج، هذا إن لم يبدده انعدام الأفق بإمكانية العمل لدى غالبيتهم. روان السوراني، الغد، غزة، فلسطين.